كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل السيد صباح الدوسري عن خطة تقوم بها الوزارة لتوفير وظائف للباحثين عن العمل، وذلك ضمن مشروع البرنامج الوطني للتوظيف، ومشيرا إلى أن الخطة تقوم على التعاون بين وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل. ذكر الدوسري أن الخطة ترتكز على أن تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بالرجوع لوزارة العمل وعرض الوظائف المقبولة والتي يمكن أن يقبل بها يقبل عليها البحريني، وتكون فرصة للأولوية للتوظيف للباحث عن العمل على أن يتم إعطاء الوزارة فرصة لمدة أسبوعين لتوفير الموظف أو العامل المناسب، وأن تقوم الوزارة بالاجتماع بصاحب الطلب لتوفير الخدمات اللازمة. أضاف الدوسري أن التعاون بين الهيئة والوزارة ساهم في زيادة توفير فرص العمل، ومؤكدا على أنه في حال لم تستطع الوزارة توفير العامل أو الموظف البحريني المناسب يحق للهيئة أن تسمح بتوفير العامل الأجنبي لصاحب طلب التوظيف.